3-2 زي ما الاداء عامه الكره المصريه اتحسنت خلال الايام ديت واحسن من السنوات اللي فاتت. يعني محزنه طبعا، لان انا يهمني ان بلدي تكسب في كل الاحوال. يعني هو ما كانش فيه اصلا اداء، لان الاجواء السياسيه كانت مسيطره على الراي العام. عشان مصر خسرت الحمد لله 3-2. نتيجه لو نتيجه كانت متوقعه، يعني عشان مصر في بلد فتره في حاله نحس، فيعني كنت متاكد ان احنا هنخسر بصراحه. انا مش شايف المنظار، المفروض ان المنظار اجنبي، انا مش معتبر المصري ده، ما بحبوش. المنتخب المصري خسر 3-2، اكيد ده تاثير نفسي من الاحداث اللي بتحصل في مصر. كابتن شوقي غريب بيعمل حاجه، كابتن شوقي غريب مدرب وطني ومدرب محترم، مسك مع كابتن حسن شحاته برضه فتره وعنده خلفيه جامده يعني عن التدريب، وراجل مدرب من المدربين الكويسين قوي. احنا خلطنا كل حاجه، خلطنا الاوضاع السياسيه بالرياضه، وخلطنا الاوضاع السياسيه بالدين، وخلبطنا الدنيا. مصر ايه؟ مصر ايه وتشيلي ايه وبتاع ايه ده؟ دورنا ننتج، عايزين ننتج الاول، عايزين نعلى نرتقي بمصر، نرتقي بمصر الاول.